هذا وفازت وزارة الإسكان بجائزة التميز في التواصل مع العملاء للمرة السادسة على التوالي منذ إطلاق الجائزة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان. أهلا بك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا عن أهمية الفوز بهذه الجائزة مجددا بالنسبة للوزارة. أمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين. في البداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التوجيه لإطلاق مبادرة التواصل قبل عدة سنوات، واللي اليوم نشوف انعكاساتها الإيجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من الجهات والأجهزة الحكومية بشكل عام ووزارة الإسكان بشكل خاص. في الجانب الثاني بالنسبة لوزارة الإسكان، حقيقة يعني هذه الفوز للعام السادس على التوالي يمثل بالنسبة لنا بداية وليس النهاية، هي بداية لمواصلة التطوير وتحدي أكبر لتطوير الخدمات والوصول بالخدمات إلى أعلى مستوى بما يتوافق مع أهداف وبرامج الحكومة الموفرة. نعم، طبعا كما ذكرت أن هذه هي البداية وليست النهاية، فإذ تحدثنا عن جهود الوزارة اتصاليا وإلكترونيا في المستقبل وعلى ماذا ستركز؟ طبعا ولله الحمد الوزارة في إطار توجه الحكومة الموقرة بالتحول الإلكتروني ومتابعة مباشرة يعني من سعادة وزير الإسكان، وصلت إلى مرحلة جدا متقدمة في هذا المجال، بحيث أصبحت جميع الخدمات إلكترونية حاليا، وتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اجراءات الوزاره. وفي الفتره القادمه راح يكون يعني التركيز وبنسعى للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل اكبر، مثل المحادثات الاليه للرد على استفسارات المواطنين وغيرها من يعني وسائل التواصل مع المواطنين. نعم دكتور خالد عبد الرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانيه بوزاره الاسكان، شكرا جزيلا لك.